السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. حاولت ندير لايف ما صدقش ليا، دابا درت اونغيستغمون ديريكت وانا راك عارفشو اللايف ما في معاهش اللعب، داكشي علاش حاولت وجدت شي حاجه باش نهضر فيها، لانني وعدتكم انني راه غادي نحط شي حاجه كتهم هادشي ديال بغينا نغيرو من نفس النفسيه، من نفسنا او من النفسيه ديالنا، ونحاولوا نصلحوا من حالنا شي شويه ونعيشوا السلام باذن الله، والا تضامنا غادي يكون احسن من نبقاو نحاربوا بعضياتنا. وكيف ما قلت لكم، بعد ان قمت بتفعيل القناه ايادي الامل اكثر من سنه، لم اتوفر على اي حافز باش يقدر يشجعني باش في الاستمراريه، وبديت كنوع وبعض الاحيان كنتخبط، كنحط هنا وحط هادشي، المهم غير باش نحاول نحط شي حاجه، ومنها في نفس الوقت كتحاول تعرفوا ناديا كيفاش عقليتي دايره، كيفاش كتفكر، ربما طفوليه احيانا انا هكذا دايره، وما كرهتش انا رجع طفله ولا رجع مراهقه، ربما حنين الى الماضي، ربما النوستالجي، ربما اش غنقول لكم. على كل حال قلنا حنا لقينا ان فاش جيت نشوف لقيت انه الاهتمام بالنفسيه هي اكثر اهتمام منها بالصحه او التغذيه الصحيه، داكشي علاش ربما القناه ديالي ما تفعلتش، وفعلا لان النفسيه هي الحافز الاول اللي كيخلي الانسان باش كيقدر يراقب الصحه ديالو او يراقب اي حاجه في الحياه ديالو، لان النفسيه هي اهم شيء اللي قدر يتركز عليها الانسان او الركيزه الاساسيه. اش غنقول لكم دابا، اول مشكل تيتعرض ليه الانسان هو بعدا النقد حنا كنعرفوه فيه نوعان، فيه البناء وفيه النقد العشوائي. اما النقد البناء، النقد كنعرفو هذاك النقد البناء مزيان، انا ديما كنهبل على النقد البناء، لان الوالد ديالي اصلا الله يرحمه كان كينقدنا، وهو الشيء اللي خلانا زدنا القدام، وصلنا ماشي وصلنا، اش غنقول لك، ما كاينش صعيب الانسان باش يوصل، ما غنوصلو حتى نوصلو للقبر باذن الله. غير هو على اقل بنادم اش غنقول لك كيعول على راسو، لا قدر نقول لك انسان وصلت، ماشي معناتها وصلت انه دار، ولكن لو في الانسان كيعرف راسو انه يقدر يعول على راسو في اي حاجه، وعارف راسو انه نهار غادي تزير الوقت غادي ضروري غادي يدير المستحيل، ضروري غادي يعرف ينوض على راسو، ما غايعول على حتى واحد، فهمتي؟ ما غاديش يمد يديه بالعربيه تعرفت. اش غادي نقول لكم، اول مشكل هو كي قلنا النقد كيخلي هاد البناء هضرنا عليه، قلنا النقد العشوائي، هاد النقد العشوائي اللي كيجي واحد الانسان كيبغي يحطمك، هو ما كيعرفكش اصلا، ما كيعرفكش، ولكن خصو يشوف عليك شي حاجه، كيحاول يقلب على شي حوايج اللي يقدر باش يقول هاد الانسان نطيح له من المعنويات ديالو، او هاد الانسان نطيح له من المعنويات ديالو، باش نشوفو هو تحت مني ونشوف انا فوق مني، ربما هو حتى اصلا تشوف فوق منه، داكشي باش هو كيحاول ينتقدك. بزاف الناس اللي كنشوفهم كيعيشوا هاد الحاله هادي، ما كاينش الانسان اللي يفكر زعما يتعاون ولا يوقف ولا، ما ماشي عليا، ولكن كنشوف انا حيت انا كنحاول نوقف مع الناس في شي حاجه هما كيعتبروها تدخل في شؤون الغير، هذا الشيء كيضرني وكيجرحني، وكنولي ساكته، واش نسكت واش نهضر، واش صعيبه بزاف. المهم نقول لك، لذلك هاد نقول لك خاصه النقد الاشخاص اللي كيطالبوا بالحقوق ديالهم بزاف، عاوتاني
كاين هاد الحاله حتى هي. الناس اللي كيطالبوا بالحقوق ديالهم كنلقاو هاتين الناس كينتقدوهم. نقول نخليو هاد الهضره ديال زعما انك الانسان كتبي تعاون معاه وكتوقف معاه كينتقدك تيقول لك الانسان كتدخل في شبوقات ولا كتدخل في شهاده وهذا، ومع انه ما تيقولكش ماشي شغلك، تي هو اللي كيشجعك باش انت تحاول تعطي رايك. تيبدا يقول لك هذا كيتشكي عليك، كيشكي عليك معناتها خصك تعطي رايك، والا ما غادي تقول ماشي شغلي. ما انا بعدا بالنسبه لي ما تنقولش من شغلي، رايي كنعطيه. فاش كيجي انسان كيشكي عليا فشي حاجه رايي كنعطيه، قبلتي هو داك فما قبلتيش ما عنديش ماشي مشكل، ولكن باش تعتبرني انسان كنتدخل راك انت اللي والاول انتني اللي جيتي وحطيتي قدامي المشكل، وانا يا بحال كندرسو درست المشكل وقلت لك انا هذا الحل اللي بان ليا ديريه فتبارك الله، ولا ديروه فتبارك الله، ما بغيتيش هذاك حياتك هذيك وشغلك هذاك. كيف نقول لك الانسان اللي كيطالب بالحقوق ديالو عاوتاني، حيت لاحظت حتى انا كي قلت لكم كيف تتعرفوا بانني انا المشاكل ديالي والضغوطات راكم عارفينها في غنى عن ذلك. كنلقى بعض الناس كينتقدوني، هذا واش اش ندير انا نمشي ننتحر؟ هاد الانسان ما كيعرفوكش، هاد الانسان اللي كينتقدوك بعدا ما كيعرفوكش، بحال بيتي تجي تحطي يدك في جيبهم ولا بيتي تاخذ ليهم ديالهم. انا كنهضر على ديالي، واش نتايا مشيتي سرقتي شي حد ديالو وخفتي شي واحد يهضر على حقه يجي تاخوك حتى هو يهضر ليه على حقه؟ ما نعرفش، ربما انت عايش هاد الحاله حتى انت واحد ديال خوتك او ديال عباد الله، ما نعرفش. هادشي ما كيبغيش يتفهم ليا. عندنا قلت لكم سيدي كاين الحل، الحل دابا بغينا نوصلوا ليه دابا، ماشي الحل ولكن محاوله لايجاد حل. اول حاجه الانسان قبل ما ينتقد شي حد او قبل ما يجي يقول لك مالك انت وعلاش انت، احبس اخويا او اختي، حط او حطي راسك في بلاصه الانسان. راه الا جيتي قلتي ليه وانت الا طرا لك هذا يقول انا لا ايوا ولا انا مستحيل، علاش انت مستحيل او انت تستاهل؟ الوقت كتبدل، مره عليا مره عليك، يعني راه ما تضمنتيش مع خوك باش ياخذ حقه، مره اخرى شكون بيوقف معاك انت؟ ديك الساعه تولي تقول الناس خايبين الناس مزيانين، ولا ديك الساعه انت يا حيت ربما كاين شي طريقه اخرى باش تاخذ حقك، الله اعلم. ولكن انسان كيطالب بحقه على الاقل راه خلا قال لك الانسان ما قدرتيش توقف معاه، على الاقل غير اسكت وخليه يهضر على حقه وقول ودعي معاه او شي حاجه بحال من هذا القبيل. يعني الانسان قبل ما يحكم على شي واحد او قبل ما يتهمه، حيت انا فعلا تعرضت للاتهامات، الاتهامات غير هكاك فشفش، حيت انا عايشه بوحدي سيليباتير، غير اللي رشقات ليه يهضر، غير اللي رشقات يقول لك انت فاعله انت هادي، شتي عليا شي حاجه؟ جبتي عليا شي حاجه؟ شفتيني؟ غير جيتي الشنطه نحط عليا البلاء هكاك، ما عرفتي واش انت واش كترمي بالمحصنات واش اشنو كدير؟ غير جيتي رميتي الهضره هكاك، هذيك فاعله علاش؟ حيت شتيها لبست واحد النهار خرجات، خرجات بالضبع على راسها، ولا بتشوف ربما العريس ما لقاتوش في الانترنيت، بتشوفو في شي بلاصه اون سي جامي، مره في حياتها خرجات جيتي درتي ليها بوم، راه صافي راه خرجات السيده مشات بغات الدور تسارت تشوف حياتها، صافي راه كتخرج فين تخرج؟ راه كانت مرتك تخرج، تا ولادك تخرجوا، كل انت براسك تخرج، كلنا كنخرجوا. اويلي اش معنيتك كتخرج؟ اش معنيتك؟ ما راه انا راه بغيت نبدا داكشي اللي قلت لكم، راه جاب الله ما درتش لايف، ولكن هذا غادي نخلي هذا الفيديو غادي نحطو هكاك باذن الله. شنو نقول لكم؟ فلنحاول من تغيير الامور، تحاول بعض تغيير بعض الامور الكارثيه التي قد ستحطمنا، نحاول تغيير بعض الامور الكارثيه التي ستحطم اخوه بعضياتهم. مش غنقول لك اخوه بالدم، لان ما بقاتش قضيه اخوه بالدم، عاد تقدر تلقى اخوك اخوك ما عرفش تكنيتو تلقى اخوك. نقول لكم نساعد بعضنا نحن البشر، راه الا ما توقفناش مع بعضياتنا فاش غادي تمشي؟ شنو غتدي معاك؟ والو، غتدي معاك الاعمال ديالك والافعال ديالك، ما فلوس الفلوس كتجمع ما تديو معاك، ما تدي معاك
حتى الا بنيتي شي حاجه ولا صوبتي شي حاجه ولا خليتي صداع وخليتي مشاكل بحال الوالد الله يرحمه خلى لنا المشاكل والصداع. انا كنت نقول يا ربي ما يخلي حتى حاجه، يا ربي يبيع كل شيء يا ربي، لانني عرفت غادي نطيحوا في هذا الشيء وانا اللي غادي نضيع. انا كنت عارف راسي انا غادي نضيع لان البلان كان تيبان ليا قديم. اش غنقول لك، نتمنى هاد الازمه تمر بعدا باش الانسان يقدر يحاول يوقف على رجليه بعدا ويحاول يشوف حياته ويشوف، لان يا ربي تفك هاد الجره بخير. على كل انا ما غاديش نقول لكم انا انسانه كامله، ولكن انسانه على الاقل كتخطا وعارفه راسها كتخطا وراه غير باش تلقى الانسان كيعترف بالخطا ديالو، وماشي راه كيعترف على اساس انه غير باش يوصل داكشي اللي بغى. لا، واحد الانسان كيخطا كيعتذر من نفسه بعدا قبل ما الانسان يعتذر من شي حد كيكون باغي فيه شي حاجه ويقول ليه كنسمح ليا اسمح ليا، هو تيدير ليه بالعاني شي حاجه خايبه بالعاني باش يعتذر ليه باش هذاك السيد يسمح ليه ويصدق مكمل معاه شي غرض كان باغي فيه. اللي بغى يعتذر يعتذر من نفسه هو الاولى، يعتذر من اللي خلق. اما البشر مش هذا يجي واحد اخر ماشي مشكل، يعني انسان حياه يعني بنادم خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني ماشي مشكل. حنا تعرفت على هذا عقليتها او عقليته كيف دايره نشوفها ثاني عقليت الاخر كيف دايره، هكذا كنقدروا نعرفوا البشر ونعرفوا الناس كيفاش كيتعاملوا كيفاش الحياه سايره. انا اصلا حيت انا حياتي كامله ما عرفتش الحياه مزيان حتى خدمت في الاستيتيك وفي هادشي ديال لا كوافير وداكشي مع الصالون، عاد وليت كنشوف الناس وكنعرف الناس كيف تتفكر وكيف كل وحده كيفاش دايره وكيفاش داير. حيت في الاول كنت نختار صاحبه وحده وكندوز معاها سنين كيفاش غادي تعرف هذا المجتمع، وانا سوليتير فلارت في الباك تلقاوني ان سوليتير، يعني باش تعرف الدنيا صعيبه عليها لانه كتحس نحس براسي انا بحال جايه نمشي على ما اخر ماشي كوكب اخر ما مقدرش نستوعب انايا. على كل حال نساعد بعضنا، نحاول نتعاون بعضياتنا لانه بركه من هاد الضغوطات، غير الضغوطات كافله بتحطيمنا بلا ما تبدا تحطموا بعضياتنا ولا نحطوا بلا ما تبدا تحطمني ونحطمك ولا تحطموا بعضياتنا ولا، راه الضغوطات ديال الدنيا كفيله بتحطيمنا بلا ما تزيد تكمل نزيدوا الطينه بلاتان. واش انت بغيتي تسنى وانت بغيتي تسنى هاد الانسان حتى تلقى في السبيطار ولا هز الحجر ولا هز غادي ولا انتحر تيقول لك فلان انتحر ولا فلان طرات ليه شي حاجه ولا عاد تقول مسكين ما صحبنيش ولا صحبناش. بركه ما تضغطوا على عباد الله، بركه ما تقهروا بعضياتكم، خليها قال لك خلي السير يسير ولا كيفاش تيقولوا ليها. على كل حال نحاول ان شاء الله. شي علاش درت انا هاد الفيلم هاد الفيديو هذا، هو اول مرحله يمكننا القيام بها كخطوه ايجابيه هي الجلوس مع النفس. نحاولوا مره ندير فيديو نحاولوا الجلوس مع النفس. اليوم درنا النقد، كيفاش الانسان اللي كينتقدك غير هكذا، كيفاش الانسان يعني الحل هو كيقول لك الانسان يحاول يحط راسه في بلاصه الاخر ويحاول يفهم القصة، يفهم القصة بعدا شنو طاري شنو كاين. كاين بعض الناس اللي ما عارفش القصة بعدا واصل غير اشنو اش كاين تيشوف، يقدر يكفي غير يشوف غير اللقطة الاخرى يحكم تي صافي. و صعيبة صعيبة الامور صعيبة بزاف. الله يدير التوفيق ديال الخير. مهم سمحوا لنا طولت عليكم، تهلاو في راسكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة غادي ندير لكم فقرات من هاد الصفحة هادي ديال أريد أن أغير من نفسي، وهاد الصفحة ديال هاد الفقرة اليوم درناها ديال النقد، مرة أخرى غادي نديروها ديال شي حاجة أخرى بحال
نتوما اختاروا، نتوما اختاروا اي سوجي بان لكم نحاولوا نناقشوه ونهضروا فيه ونحاولوا ان شاء الله نخويو على بعضياتنا، نخويو قلبنا على بعضياتنا. وتهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى اللقاء.